الأخ دريس الشجر لم يكن قراره الشخصي والفردي كان هو أن لا يترشح إعمالا للقانون، لكن في ذات حزبية كبيرة اسمها اتحاد الشراكة القوات الشعبية، وفي ذات جماعية اسمها اتحاد الشراكة القوات الشعبية، أعتقد على أن الفرد يدوب في الجماعة. الجماعة اليوم وليدات الجماعية اللي عبر عليه والصوت ديالها اللي عبر عليه المناضلين والمناضلات غالبيتهم في المغرب كامل، عبروا عليه المسؤولين الجهويين والمسؤولين الإقليميين، عبروا عليه المنتخبون في الجهات في الأقاليم في المحليات، عبروا عليه البرلمانيون والبرلمانيات، عبرت عليه القيادة السابقة 27 عضو وعضوة من أعضاء المكتب السياسي السابق اللي اشتغلوا مع الأخ دريس الشجر طيلة الولاية السابقة، طلبوا منه وجهوا له نداء أنه يتقدم من أجل قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الفترة القادمة. ستقولون لماذا؟ لأنه اعتبرنا لأنه التراكم الإيجابي واللي حققناه خلال الفترة السابقة على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الانتخابي يجب أن نستمر فيه، ويجب أن نرصده من أجل أن نصبح من أجل تأكيد تواجد الاتحاد الشراكي بشكل قوي في الحياة السياسية المغربية. المغرب أولا هو شعار ديال الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية وشعار انتخابات الاستحقاقات السابقة، ولكن كما أكده السيد الحبيب المالكي أنه لازال قائما ومستمرا. هذا الشعار بالنسبة لنا هو شعار مركزي حملناه في الانتخابات الأخيرة وكان هو الشعار المؤطل لبرنامجنا الانتخابي. هذا الشعار ما جال مستمرا وما جلنا نشتغل على نهجه، لأننا نعتبر على أن قضايا بلدنا وأن قضايا المواطن المغربي هي الأولى عندنا في الاهتمامات ديالنا. المغرب أولا بمعنى أننا مصلحة بلادنا هي الأولى عندنا وهي الأخيرة عندنا، بمعنى أنه لا شيء فوق المغرب أولا. القضاء قال كلمة ديالو، وأكيد أنا الاتحاد الشراكي ما كيشدش بيبانوا على المناضليه، ولكن اليوم ما شفناهمش حاضرين في المؤتمر، شنو التفسير ديالو؟ أنا أولا هذه منصة من بيني 12 المنصة، ما تنعرفوش شكون اللي حضر في هذه المنصة واللي ما حضرش في هذه المنصة. ثانيا أبواب المؤتمر مفتوحة، حضرتم من الساعات الأولى لافتتاح المؤتمر، هل أغلقنا أبوابه في وجه أي كان؟ أبدا. الاتحاد هو بيت لكل الاتحاديات والاتحاديين، قد نختلف في بعض التقديرات لكنه يجمعنا مشترك أكبر هو الانتماء للاتحاد الشراكي للقوات الشعبية، وهذا الانتماء تؤطره الأخلاق أولا وأخيرا. أخبار عن انسحاب المرشحين؟ رسميا كرئاسة المؤتمر لم نتلقى أي انسحاب للإخوة والأخوات المرشحين للكتابة الأولى، فقط سمعنا وقرأنا ذلك عبر وسائل الإعلام، لكننا لم نتلقى أي انسحاب أو اعتذار عن الترشيح بشكل رسمي. تلقينا ترشيحات رسمية ولكننا لم نتلقى انسحابات بشكل رسمي، عرفناها من خلالكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.